ارت بلوج الثاني، راح افرجيكم فيه لقطات صورتها لما رحت زياره لاحد الجامعات في مدينتي، وكمان راح ارسم معاكم رسمه. الرسمه اللي برسمها لشخصيه زين واحمد من قناه ناني ميديا. هذا الوقت انا كنت كثير كثير مدمنه عليهم، وكل شوي ارسمهم حرفيا. هاي الرسمه اللي شايفينها هي من مخيلتي تقريبا، ما عدا الجسم اخذته من بنترست، اما الوجه والشعر كل شيء عملت نفس شخصياتهم ولكن بستايلي اشي زي هيك. فالتلوين هذا ما فيش فيه كثير تفاصيل لانه من مخيلتي وكذا، لسه بدي تدريب. في البداية حسيت فيه صعوبة باني اتخيل اماكن الظل والاضاءة، بس بالاخير حسيت اني زبطتها كأول مرة بلون من خيالي حرفيا. حسيت اني استفدت منها لما اجي ارسم شخصية الاوسي تبعتي بعدين، ان شاء الله بتشوفوهم. انا كل فترة بدمن كده شخصية، بصير كل شوي ارسم فيها. فبهاي الفترة كنت مدمنة على شخصية زين، ما ادري ليش، بس شغلة انكم تحبوا اشي وضلكم تسووه كل يوم راح تملوا منه بالنهاية، زي لما تحبوا اغنية وتسمعوها كل شوي بعدين خلاص تزهقوا منها. فهسا انا ما بدي اعيد نفس الخطأ. في شخصية انا نفسي ارسمها كثير بس ما راح اسوي هذا الاشي مشان ما امل منها بسرعة. هاي الرسمة انا كنت لابسة هذا القفاز تبع الرسم، اما هسا اذا بلبسه في رسمة طويلة مستحيل اقدر اضل لابسيته. هسا راح افرجيكم شوي من اللقطات اللي صورتها في الجامعة. هاي الرسمة جذبتني لانها في ستايل الانمي، وانا نادر ما اشوف اشخاص بالواقع بيتابعوا انمي، عشان هيك استغربت صورتها. حتى اني كنت بتمنى ان الشخص اللي رسمها يجي هسا عشان اشوفه. الغرف مش كذا انا كنت متوقعيتها، ما ادري كنت فكرتها اشي احسن. في البداية كنت كثير متوترة امسك الكاميرا واصور، بس بنت عمتي شجعتني بطريقة ما وصار عادي. فتنا على مكتبة موجودة عندهم انباع فيها ماركر، دخلت ادور على لون بشرة فاتح بس ما كان موجود، فكنسلت وما جبت اشي. اذا قطعت هاي كل شوي واحد منا بتمسك الكاميرا، مرة انا مرة بنت عمتي وكذا. في مكتبة ثانية بس مش موجود فيها اللون اللي انا بدي اياه. الفراشة وراك مستحيل نحكي، بحب هيك اشياء. بحبش فضلك ساكت. اي انا جبت هذا الكتاب مشان أقرأه في المدرسة وقت الفسحة، إنه مكتبتنا في المدرسة الكتب تبعتها كثير سيئات.
دخلت جوا محل ميني سوق موجود عندنا، اكيد ما اشتريناش ولا اشي عشان الاسعار. افك هذا الحلويات نفسي اجرب شيء غالية. هذا بتعرفي بصير ماسك تحطيه في خليط اشي بصير ماسك. هسه بكمل تلوين الرسمة. هاي الرسمة أنا رسمتها من فترة، ما بعرف متى، بس من كم شهر قبل ما أفتح القناة. وأنا هسه في عندي كثير فيديوهات رسم أنا مصوريتها لرسماتي رسمتهم يعني من فترة. قبل ما افتح هاي القناة كنت اصور انا ارسم بس عشان مشان بحب اشوف النتيجة مع تسريع الفيديو، يكون لك 20 ثانية فجأة تكمل الرسمة. فكل ما انزل ارت فلوج رح استخدم واحد من الفيديوهات اللي انا مصوريتها من قبل. هي فيديوهات مش قديمات كثير، فالرسم فيه مرتب يعني نايس. يب طبعا كمان حبيت ابشركم اني رح اجيب الوان بريزما قريبا ان شاء الله. ما بعرف متى بالضبط رح يوصلوا بس رح اجيبهم. اكيد هم الواني انا عم بستعملهم حلوات وما فيهم اشي يعني، بس خلص انا حطيت ببالي انه بدي اجيبهم، فجمعت انا من نفسي نص سعرهم وأهلي رح يدفعوا النص ورح أطلبهم من أمازون. وهيك كملت الرسمة وحطيت التوقيع. شكرا لكم على المشاهدة. سلام.